هذه انتخابات مهنية للنقيب، وهي تعرف مشاركة 6 مرشحين، وهي تكون لمدة 3 سنوات، يتم فيها تجديد السيد نقيب والسادة الأعضاء. اليوم نعيش اليوم الأول من انتخابات السيد النقيب، وغدا إن شاء الله سنعيش الجزء الثاني الذي سيترشح له مرشحين للنقيب. اليوم لاحظنا هذا الجو الجميل، هذا الجو المهني امتياز الذي يعبر فيه الزملاء بجميع الفئات عن اختياراتهم للنقيب الذين يروا فيه القيمة المضافة لهذه المهنة. ويبقى دور النقيب والمجلس هو تدبير الشؤون المهنية وخدمة الزملاء، وكذلك تدبير اليومي. وهذه الانتخابات هي تعرف يعني تبادل الادوار خلال مده 3 سنوات. ضروري ما يمكنش يكون شي واحد غادي يفوز في الدور الاول، كيديروا الدور الاول ودور الثاني. اذا الدور الاول غادي يترشحوا مرشحين 6 نقباء، الدور الثاني غادي يتاهلوا نقيبين ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا غدا موعدنا مع الدور الثاني انتخابات، وبعد ذلك سيكون انتخابات الاعضاء اظن انه 24 ان شاء الله في الشهر هذا الجاري. Thank you.